تحية طيبة مشاهدينا أعزائي في كل مكان أسعد الله صباحكم بكل خير أهلا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من أخبار الرواد اليوم كما عودناكم دائما تأتيكم على هواي مباشرة من خلال قناة الرواد الفضائية نقدم عناوين الصحف الإماراتية نستعرض سويا أخبار المال والأعمال بجانب تقديمنا لحصاد أخبار مجموعة الرواد للأعمال والحلول المتكاملة العديد من الفقرات والموضوعات في حلقة اليوم أهلا بكم اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد الاخبار وموضوعات الرواد اليوم والبدايه كالمعتاد بابرز العناوين. مجموعة رواد الاعمال تطلق مسرعات اقتصاد المعرفة الاولى من نوعها في الوطن العربي. تطبيقات ونماذج مسرعات اقتصاد المعرفة دورها في تفعيل مؤشرات التنمية البشرية بفكر من نوع جديد. ومسرعات اقتصاد المعرفة ادخال جميع التقنيات الذكية في نقل وتوزيع المعلومات ووضع الاسس التكنولوجية. وهي قواعد المعلومات في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من واقع إستراتيجيات اقتصاد المعرفة أيضا مشاهدينا مسرعات اقتصاد المعرفة وتطبيقاته في الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي ودوره في تنمية إقتصاديات الدول نناقش أيضا نتعرف ضمن موضوع حلقة اليوم على مسرعات اقتصاد المعرفة بشكل موسع أهلا بكم إلى التفاصيل أطلقت مجموعة رواد الأعمال أمس الأول مسرعات اقتصاد المعرفة كأول برنامج استشاري خاص بتطبيقات ومنهجيات ونماذج الاقتصاد المعرفي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية على مستوى اقتصادات الدول وخلق مجتمع معرفي يقود عملية تنمية الموارد البشرية وفق معايير تتناسب مع تلك الدول أو المؤسسات، أصبح العالم بعد ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في نهاية القرن الماضي المؤشر الحقيقي لظهور نوع جديد من الاقتصاد يقوم على المعرفة وكيفية إدارتها. مشاهدينا أولا قبل البدء في شرح برنامج اقتصاد مسرعات اقتصاد المعرفة نعرف اقتصاد المعرفة وهو ظاهرة جديدة بدأت نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين مع ظهور ثورة المعلومات والاتصالات مما أدى إلى اتساع حجم المعرفة وتكنولوجيا المعلومات. وأيضا وتكنولوجيا المعرفة، هنالك العديد من المسرعات أبرزها كما سنتابع من خلال المخطط تقنية المعلومات والآن أصبحت في متناول الجميع الحصول على برنامج تقنية المعلومات بما بينما كان في السابق حصرا فقط على الشركات والحصول عليها يتم بصعوبة كبيرة نأتي إلى التعليم من خلال نشأة المناهج والمتطلبات الخاصة بالتعليم الخاص بتغنية وأصبحت أصبح الآن أيضا التعليم يتم بصورة إلكترونية وهنالك المدارس الافتراضية التي أصبحت الدول تسعى لتعميمها والتوسع فيها وأيضا هنالك توليد الأفكار وهنا قد ساعدت تغنية المعلومات الأشخاص على توليد الأفكار الخلاقة وابتكار بيانات وأساليب جديدة تنمية الموارد البشرية أصبح الإنسان يحصل على المعلومة بكل سهولة دون الرجوع أو الحوجة إلى التدريب والمحاضرات حيث أصبح من خلال تصفح مواقع الإنترنت يحصل على ما يريد من المعلومات في أي وقت يشاء. فيما يتعلق بالصحة ساعدت التكنولوجيا على السيطرة على الأمراض وصناعة الدواء وإجراء العمليات الجراحية وسرع من وتيرة السيطرة على الأمراض. أخيرا الإبداع والابتكار حيث أصبحت ثقافة الإبداع سائدة في المؤسسات والشركات والاشخاص واصبح هنالك عدد من الافكار الكبيره واصبحت الخدمات والمنتجات تقدم بابداع كبير يلبي حوجه المجتمع. بعد شرح برنامج مسرعات اقتصاد المعرفه من مجموعه رواد الاعمال ومركز رواد التدريب دعونا نذهب مباشره الى اليوم التي جاءت تحت نفس العنوان مسرعات اقتصاد المعرفه يحاول الرئيس التحرير من خلالها التحدث عن الاقتصاد بشكل عام ودوره في التنميه البشريه وتطرق للحديث عن اقتصاد المعرفه، ماذا قال؟ اختلفت الثقافات بين الامم باختلاف اوجه المعرفه منذ القاصر القديم مرورا بالثوره الزراعيه والثوره الصناعيه وصولا الى ثوره التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات والتي ظهرت مع نهايه القرن العشرين وبدايه الالفيه الجديده. وفي كل المراحل كان الاقتصاد عنصرا مهما وفعالا في التنميه البشريه منذ ان كانت وسائل الانتاج تتلخص في راس المال والعمل والارض ومع مرور الوقت اضيف التنظيم ورياده الاعمال واليوم تمت اضافه المعرفه اي راس المال البشري. تواصل الافتتاحيه حسب راي رئيس التحرير ويشير الى انه اصبحت اليوم المعرفه هي المحرك الرئيسي للعديد من الدول التي تطبق معايير ونماذج ومنهجيات اقتصاد المعرفه في مجتمعاتها فقد ارتفع معدل الناتج الاجمالي في دول الاتحاد الاوروبي عام 2015 بمعدل 7% ومرشح الى معدلات اعلى من ذلك بكثير قد تصل الى 50% مما سبق نجد ان الخطوات التي اطلقتها مجموعه رواد الاعمال والخاصة بمسرعات اقتصاد المعرفة كبرنامج استشاري ولتطبيقات اقتصاد لأفضل المعايير المعرفة في الدول والمؤسسات وفقا للممارسات العالمية في بناء اقتصاد المعرفة من خلال إنشاء قواعد للمعلومات والتي يمكن من خلالها تدعم أن تدعم مجتمع معرفي منتج للابتكارات والأفكار الإبداعية حسب ما جاء في هذه الافتتاحية مشاهدينا ومنها نصل إلى نهاية فقرة أخبار وموضوعات الرواد اليوم فاصل قصير ننتقل بعضه مباشرة إلى أخبار المال والأعمال ومعرفة حصاد أخبار مجموعة الرواد الاعمال لهذا اليوم أهلا بكم مشاهدينا أطلقت مجموعة الرواد الأعمال مسرعات واقتصاد المعرفة كأكبر برنامج استشاري خاص بتطبيقات ومنهجيات ونماذج ومعايير الاقتصاد المعرفي يعتبر مصطلح ومفهوم اقتصاد المعرفة من المفاهيم الجديدة في عالم الاقتصاد، لذلك قامت مجموعة الرواد للأعمال بإطلاق برنامج استشاري خاص بتطبيقات ومنهجيات ونماذج ومعايير للاقتصاد المعرفي من أجل المواكبة والتطور ولربط المجتمعات والشركات وتعريفهم بأهمية الاقتصاد المعرفي، وأيضاً العمل على زيادة الناتج المحلي للدول والاقتصاديات من خلال تطبيق منهجيات الخاصة والنماذج والمعايير، مما ينعكس على تحسين حياة افراد المجتمع وزياده رفاهيتهم من جانب اخر اعلن مركز الرواد التدريب عن طرح برنامج تدريبي مسرعات اقتصاد المعرفه وتنميه الموارد البشريه وذلك كبرنامج مكمل لمسرعات اقتصاد المعرفه والذي تم اطلاقه من قبل مجموعه الرواد الاعمال مؤخرا من واقع مسؤوليته تجاه تنميه الموارد البشريه وتمليكها مختلف المهارات اللازمه لاداء عملها بشكل فعال قام مركز الرواد للتدريب بطرح برنامج تدريبي اطلق عليه مسرعات اقتصاد المعرفه وتنميه الموارد البشريه والذي يعتبر برنامجا مكملا لمسرعات اقتصاد المعرفه وياتي البرنامج التدريبي بمحاور مختلفه واساليب تدريبيه مبتكره من خلال مدربين اكفاء وفي بيئه تدريبيه مهيئه ربطها بمختبرات الإبداع والابتكار في المركز في تصريح خاص لأخبار المال والأعمال قال المدير العام لمجموعة رواد الأعمال بأنه اعتمد أول مراحل مسرعات اقتصاد المعرفة والتي ترتكز على نحو الرئيسي بتحليل الفجوة كمرحلة مهمة وعليها تبنى جميع المراحل وقعت شركة رواد الحلول المتكاملة مع مجموعة رواد الأعمال اتفاقا يتيح لها البدء في عمل المخططات التقنية والنماذج وقواعد البيانات والمعلومات ووضع أسس للمسرعات التكنولوجية من المعايير والمنهجيات الخاصة بمسرعات اقتصاد المعرفة في أخبار أيضا يواصل برنامج هنا الرواد تقديم وطرح موضوعات مختلفة من خلال حلقات البرنامج تتناول حلقة اليوم موضوعين الأول العطاء ونكران الذات والثاني الحكمة في إدارة الأعمال من خلال ضيوف أعزاء يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة عند الساعة الثانية بتوقيت أبو ظبي الواحدة بتوقيت السعودية على الهواء مباشرة مشاهدينا من هذا الخبر تنتهي جولتنا في أخبار المال والأعمال فاصل عناني قصير ننتقل بعده مباشرة إن شاء الله للعديد من الفقرات والموضوعات المختلفة كونوا معنا اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد عبر قناه الرواد الفضائيه نواصل تقديم اخبار الرواد اليوم والفقرات المختلفه والان دعونا نلقي نظره على احوال الطقس ودرجات الحراره الدنيا والعليا ونسب الرطوبه المسجله في دوله الامارات العربيه المتحده لهذا اليوم اهلا بكم من جديد مشاهدينا من احوال التفاصيل ننتقل مباشره الى فقرتنا الرئيسيه في حلقه اليوم وهي موضوع اليوم بعد هذا الفاصل. نرحب بكم مشاهدينا في فقرتنا الرئيسيه في حلقه اليوم وهي فقره موضوع اليوم، نناقش من خلالها موضوع مسرعات اقتصاد المعرفه قبل البدء من المعروف في دور الاقتصاد في نهضه الامم وترقية المجتمعات وظلت المفاهيم الخاصة بالاقتصاد تتطور منذ سنين حتى الآن لكن في هذا التطور كانت هناك مرحلة فاصلة بدأت ملامحها منذ القرن العشرين سميت باقتصاد المعرفة المرتبط بشكل كبير بظهور التكنولوجيا والمعلومات وكنبذة تعريفية بسيطة عن هذا الاقتصاد نستطيع القول بأنه الاقتصاد المعتمد على صناعة وتداول وتقييم المعرفة حيث تقل فيه الأهمية المترتبة على تكاليف العمالة كما لا يستخدم المفاهيم التقليديه للاقتصاد مثل الندره في الموارد، ويعرف ايضا اقتصاد المعرفه بانه نوع من انواع الاقتصاد الذي يعتمد نموه على نوعيه وكميه المعلومات المتاحه والقدره على الوصول اليها بشكل سهل. من هنا يكمن السؤال في كيفيه نعمل على تسريع تطبيق اقتصاد المعرفه والاستفاده القصوى من المعلومات المتاحه لدينا كشركات وكمؤسسات، وأيضا كيف ننظر لاقتصادنا عندما يتعلق الأمر بشركاتنا ومؤسساتنا وعندما نريد الحصول على الاستشارات في تلك المسرعات. من هنا تأتي أهمية مسرعات اقتصاد المعرفة كبرنامج استشاري سنتعرف عليه أكثر من خلال المخططات التالية فأهلا بكم معنا. نبدأ من تحليل مسرعات اقتصاد المعرفة يعتمد التحليل على الاقتصاد الجزئي وليس الكلي أو الأخذ بالتحليل بشكل كلي. نبدأ من تحليل تحليل البيانات الاحتياجات عفوا المختلفة والتي تحدد وفقا للتخصص أو المجال الذي نود تحليله لأن تحليل مجال عمل الشركات يختلف مثلا باختلاف أنشطتها وأيضا يجب تحديد الاحتياجات بدقة للمضي في مسرعات اقتصاد المستقبل. أيضا هنالك تحليل التكنولوجيا وهو معرفة كيفية تسخير التكنولوجيا لخدمة المجال الذي تم اختياره وتم تحليل احتياجاته. ناتي من خلال التحليل الى تحليل الاتصالات التي تعمل ايضا من خلالها على تسخير الامكانيات المتاحه والموجوده في وسائل الاتصال لخدمه المجال المراد العمل عليه. مصادر المعلومات ايضا من الاشياء التي يتم تحليلها ومعرفه هل هذه المصادر حقيقيه ام لا ومدى موثوقيه تلك المصادر. ناتي الى جانب اخر ومعرفه اخرى وهي التعليم ونحلل في التعليم من خلال عمل مقارنات بين أنظمة التعليم في الدول المختلفة ومعرفة آخر أنظمة التعليم المطبقة في تلك الدول، بكل تأكيد هنالك دول تستخدم معايير متطورة في التعليم تعتمد على التعليم الافتراضي وهنالك ما زال يعتمد على التعليم التقليدي. عنصر آخر يتم تحليله هو التدريب الذي يعتبر أحد المسرعات الخاصة باقتصاد المعرفة من خلال دورات تدريبية محددة يتم من خلالها التدريب على الابتكار وعمل أفكار تخدم تلك المعرفة. أخيرا يتم تحليل المعرفة وهي تدخل في المسرعات إذ أننا نريد مقدارا من المعرفة لعمل المسرعات اللازمة للاقتصاد وهنالك معرفة جزئية ومعرفة كلية ويهمنا هنا كثيرا المعرفة الجزئية في برنامج مسرعات اقتصاد المعرفة من التحليل ننتقل مباشرة إلى تقييم مسرعات اقتصاد المعرفة من مركز الرواد التدريب وهنا يتم تقييم العديد من العناصر الخاصة بالمسرعات منها أولا تقييم الاحتياجات وهي معرفة ما هي احتياجات المجال المحدد وهل هذه الاحتياجات تفي بالغرض أم لا ومعرفة كيف سد تلك الفجوة في الاحتياجات. نأتي أيضا إلى تقييم الوسائل وهنا نعرف هل الوسائل مثل منصة اليوتيوب مثلا تستطيع من خلالها الوصول إلى المعلومة أم لا. وأيضا ما هي الوسائل التي يمكن أن تؤدي إلى الوصول إلى الهدف المنشود هناك أيضا تقييم المعلومات ومعرفة هل هذه المعلومات صحيحة أم لا وهل من مصادر موثوقة وأيضا تقييم تلك المصادر ووضعها في الحسبان أخيرا تقييم التدريب والتعليم وهنا يتم تقييم البرنامج التدريبي أو المادة التعليمية التي نريد تقييم الطريقة فيها والتي تؤدي إلى المعرفة من خلال استخدامنا للتدريب كل ما ذكر سابقا يعتبر ضمن منظومة متكاملة وهي تسمى منظومة التقييم الكلي لاقتصاد المعرفة كما تابعنا من خلال النموذج مشاهدينا بعد التقييم ننتقل إلى تطبيق مسرعات اقتصاد المعرفة هنا نتعرف على كيفية تطبيق مسرعات اقتصاد المعرفة من خلال بعض النقاط التي يجب يبدأ منها التطبيق أولا التوجهات العامة للاقتصاد من خلال معرفة هل الاقتصاد السائد في الدولة أو المكان هو اقتصاد تقليدي أم اقتصاد يعتمد على المعرفة أي اقتصاد معرفي ويقودنا معرفة توجه الاقتصاد إلى إمكانية تصنيف ذلك الاقتصاد هناك أيضا نماذج للمعرفة وهي عديدة وكثيرة ولكن أهمها هي تكنولوجيا المعلومات التي تقود مسرعات الاقتصاد المعرفة في التطبيق أيضا نتعرف على منهجيات المعرفة وهي كثيرة وكبيرة ومتعددة مثل الصناعه والزراعه والتعليم، لكن أهم تلك المنهجيات هي المنهج التعليمي الذي يساعد في تطبيق تلك المسرعات. أخيرا مشاهدينا هنالك تطبيقات المعرفه ويمكن تطبيق المعرفه بعدة طرق ووسائل مختلفه. تعتمد على عدة معايير ولكن يبقى التدريب هو أهم تلك التطبيقات المستخدمه لضمان الوصول إلى تطبيق مسرعات اقتصاد المعرفه. أخيراً مشاهدينا يمكننا يعني أن نلخص مسرعات اقتصاد المعرفة المقدمة من مركز الرواد للتدريب وهي عبارة عن برنامج تدريبي استشاري يقدم للمؤسسات والشركات المختلفة ويختص بتطبيقات ومناهج ونماذج الاقتصاد المعرفي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية على مستوى اقتصاديات الدول للحصول على تفاصيل عن البرنامج يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني rgroup.ae مشاهدين أعزائي كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم من أخبار الرواد اليوم قدمناها لكم وحاولنا معرفة تفاصيل عن مسرعات اقتصاد المعرفة بجانب قراءتنا لأبرز عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم وتناولنا الأخبار المالية والأعمال حتى الملتقى في حلقة جديدة من أخبار الرواد اليوم تقبلوا تحيات عمر نور الدين وتحيات فريق العمل المزيد تجدونه دائما على rgroup.ae كما يمكنكم متابعة البث الحي للقناه وبرامجها المختلفه على الموقع ذاته تواصلوا معنا على ار بي سي في في فيسبوك وتويتر وشاهدونا على اليوتيوب اهلا بكم مشاهدينا والى اللقاء في حلقه جديده